في مصر البارح واليوم والأيامات هذه الأخرى هو في الحقيقة محاكمة بين ظفرين للحكام الجدد اللي وصلوا السلطة بعد الثورات العربية، وانتوما في التكتل مثلا اليوم من الحكام الجدد، هل تعتبر كون هذه فعلا رسالة للحكام الجدد؟ شكرا أولا على الاستضافة. نرى أن المسار في مصر والمسار في تونس مساران مختلفان، وفي بعض الأحيان المقارنة لا تجوز، ماهوش نفس المسار. يعني بالنسبة للي قاعد يصير في مصر، وأنا كنت نستمع للبيان العسكري اللي يقول أنه يعني الجيش المصري وقيادة الجيش المصري تمهل يعني الرئيس مرسي، يعني هنا كأنه الجيش خذا موقف أنه جاء إلى جانب يعني المتظاهرين في ساحة التحرير ضد بين ظفرين يعني القيادة الشرعية. يعني يقول تمهل الجميع 48 ساعة، ولكن لا تمهل الجميع خاصة الرئيس مرسي. أي هنا يعني أنا نقول كبداية متاع بناء ديمقراطية، لأنه طوحنا بعد الربيع العربي قاعدين نشوف التفاعل يعني، وحتى حد من نجم يتصور في الأخر بكل كش مش تكون الصورة. لكن من خلال اللي قاعد يصير نقول بداية ماهيش طيبة في مصر، أنه يعني الجيش يأخذ مباشرة موقف ضد يعني مؤسسة اللي انتخبها الشعب، لأنه مؤسسة الرئاسة في مصر هو انتخبها الشعب. وبالتالي حتى إذا كان الجيش مش يأخذ موقف، هذه كان ما يكونش محايد، يأخذ موقف يأخذ لحماية الشرعية وحماية مؤسسة رئاسة الجمهورية، لكن مع الدعوة إلى يعني إلى يعني الحزب، حزب الإخوان المسلمين اللي يتزعمه مرسي وهو رئيس الجمهورية بموجبه، يعني هنا يلزمه يراجع يعني تصرفه ويراجع أداؤه للحكم داخل مصر.